مساء الخير أهل الرياض، موسم الرياض عازمكم يوم الخميس القادم 23 نوفمبر والجمعة 24 نوفمبر إلى السبت الساعة 2 الفجر مع الشريك الاستراتيجي ماكدونالد، شريك الاستراتيجي لموسم الرياض. اطلب وجبة وتحصل على وجبة مجانا. والله ربي لا تندم، والله ربي لا تندم يا تركي آل الشيخ، انت وابن سلمان، وسلمان اللي مش عارف حاجه ولا واعي لدنيته، هتندموا لدرجه هتقولوا ربي ارجعوا. والله لا تندموا، والله لا تقولوا يمين يرجعنا للدنيا ساعه علشان نشوف اصغر طفل، اصغر طفل من اطفال غزه عشان يسامحنا، وده هيكون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. موسم الرياض، اطلب وجبة وتحصل على وجبة مجانا. عزيمة الكل أهل الرياض ومن ماكدونالد الشريك الاستراتيجي. اعلان تركي آل الشيخ اليوم وكأنه تحدي لله عز وجل، تحدي للحق، تحدي للإسلام، تحدي للضمير، تحدي للإنسانية، تحدي لكل شيء. لما تروح دول أوروبا وإحنا فيها وبنشوف دول أوروبا، هتلاقي الأوروبيين الغربيين مقاطعين ستاربكس، مقاطعين ماكدونالدز، حتى الإريال مقاطعينه، البيبسي مقاطعينه، مقاطعين كل شيء بيدعم نتنياهو وكل من هم في صف نتنياهو. بينما في السعودية الآن هتلاقي أكتر دولة المحلات أو الكافيهات بتاعت ستاربكس فيها ناس، ما تلاقيش مكان تقف فيه، هي السعودية للأسف الشديد. هتلاقي ماكدونالدز بيعد بالناس، والله الذي لا إله إلا هو، هيجي عليكم يوم أقسم بذات الله لا تندموا، لا تقول يا ريتنا، يا ريتنا لحقنا بركاب أهل الحق، يا ريتنا، يا ريتنا عملنا موقف وكنا في صف أهل الحق، يا ريتنا، يا ريتنا كنا رجالة وأخدنا كلمة واحدة رجالة. طوب الارض نزل، في البرازيل الناس نزلت، في الاورجواي الناس نزلت، في تشيلي والارجنتين، في كل بقاع الارض، في رومانيا، في المانيا، في فرنسا، في ايرلندا، في ايطاليا، في بريطانيا، في كل الدول، في كندا، في امريكا، في اندونيسيا وماليزيا والصين وسومطرة، في كل مكان الناس نزلت، حتى في الهند وباكستان وطاجكستان واوزبكستان واذربيجان وارمينيا وجورجيا وتركيا، كل الناس في كل بقاع الأرض نزلت، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في ليبيا، في مصر، في السودان، في كل مكان الناس نزلت، حتى في سوريا واللي بيحصل فيها الناس نزلت، في العراق الناس نزلت، في الأردن الناس نزلت، في كل مكان إلا مكانين اتنين بس، في السعودية والإمارات. والله الذي لا إله إلا هو، قسما بالله وبعقد الهاء، هيجي عليكم يوم هتلاقوا نفسكم عاملين زي الجربة، الجربة اللي الناس كلها مش طايقاكوا، الجربة اللي الناس كلها بدأت تنظر لكم على انكم زي خنفس باشا اللي كان في مصر، او انكم زي ابرغال اللي ده اللي ابره الحبشي على طريق الكعبة. هيجي يوم يا تركي آل الشيخ، انت وابن سلمان وسلمان وكل من على شاكلتكم، هيجي يوم هتقولوا، تستحوا انكم تقولوا احنا سعودة، احنا سعوديين. انا هنا كلامي مش للشعب، مش للحجايزة، مش لاهل نجد ولا اهل المدينة ولا مكة المكرمة ولا اهل الرياض ولا اهل القصيم ولا اهل كل الاماكن الجميلة دي، انا هنا كلامي مش ليهم، مش لاهلنا اللي آل سعود نشأوا وبنوا دولتهم على رفات فلسطين، لما خرج الملك عبد العزيز وخرج بخطابه الشهير لبريطانيا علشان بريطانيا تديله الصك بإنشاء الدولة. لما تيجي تبص يا جماعة وتقولوا هو ليه السعودية ما تشيل ما تقطعش النفط، احنا كنا بنتساءل وبنقول تقدر ولا لأ، انما السعودية مش هتعمل كده. الأمر بسيط يا جماعة، اولا لان اللي موجودين دلوقتي مش الملك فيصل، ثانيا لان تاريخيا السعودية ما عملتش كده، الا نشأة اسرائيل ووجود اسرائيل هو سبب اساسي من وجودها السعوديه. هتقول لي ده كلامك يا عبد الرحمن، يا اللي بتحقد على البترول السعودي، يا اللي بتحقد على موسم الرياض والهشك بشك. بمناسبه موسم الرياض، قال لك احنا هنلغي فعاليات ليله الدموع، والله العظيم ما اعرف واحد فيهم في الاسم، والله ما اعرف اسمائهم، قال لك هنلغي ليله الدموع علشان خاطر حاجه واحده بس، ايه هي يا عيني، ايه هي يا ترى يا هل ترى، قال لك في امطار، لكن لم تلغوها علشان خاطر 5000 طفل لم يبلغوا سن العاشره، 3500 امراه، اخواتكم في العروبه في الاسلام، لم تلغوها ل 12000 واحد من غزه، لكن هنلغيها علشان الامطار. ربنا سبحانه وتعالى بيمهل 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 للناس وللإنسان، حتى إذا أخذه أخذة
لن يفلته، واني على يقين من الله عز وجل ان هيجي يوم السعوديه النظام، الامارات النظام، مصر النظام، كل الانظمه الموبوءه اللي تكونت بعد سايكس بيكو، كل هذه الانظمه هيجي يوم رب العزه هياخدهم اخذه، لن يفلته باذن الله عز وجل. انا مش مستغرب من كلام تركي آل الشيخ، لا يمكن استغرب، ده ديدنة السعوديه، ده ديدنة السعودية والإمارات، كل شيء يغضب الله عز وجل عبر تاريخ الإسلام والمسلمين في آخر 100 سنة من ساعة تأسسه. ده ما جابوش 100 سنة أصلا ولا 60 سنة اللي تأسسوا فيها. بص لكل المواقف، العرب والمسلمين، تلاقي موقف واحد من الشيخ زايد في أكتوبر، موقف واحد من الملك فيصل في أكتوبر، أما بقية المواقف على كل الأصعدة مش هتلاقي موقف واحد للسعودية يدعم أهل الحق، ولا موقف واحد للإمارات بيدعم أهل الحق. شوف السعوديه والامارات عملوا ايه في اليمن النهارده، الاعلام الاسرائيلي طالع بينظر بيقول انتوا بتتكلموا عن ان احنا بنعمل كذا في المستشفيات اللي في القطاع. طب السعوديه والامارات عملوا كده في مستشفيات صعده اللي في اليمن، ايه يعني ايه اللي فيها يعني؟ ده الاعلام الاسرائيلي بينظر على السعوديين اللي هم شايفينهم قدوه في الاجرام وقدوه في كل شيء. عايز اقول لحضراتكم بس ان فيديو تركي آل الشيخ انا مش مستغرب ليه لحاجه واحده، لان لما رجعت 3 سنين لورا، 3 سنين 4 سنوات لورا، ساعة ما عمل محمد بن سلمان موضوع خاشقجي، خرج ترامب وقال حاجة واحدة بس، لو عايزيني أشوف ابن سلمان وأشيله ولا نحاسب السعودية على اللي عملته في خاشقجي، فأنتوا كده بتحاسبوا إسرائيل. يرضيكوا إن إسرائيل ترحل ما تبقاش موجودة؟ الحقيقة هي أن السعودية مفيدة لنا للغاية في الشرق الأوسط. لو لم يكن لدينا السعودية لم يكن لدينا قاعدة ضخمة. وإذا نظرت إلى إسرائيل فبدون السعودية ستكون إسرائيل في مأزق كبير. ماذا يعني هذا؟ هل على إسرائيل أن ترحل؟ هل تريدون رحيل إسرائيل؟ نحن لدينا حليف قوي للغاية. فطبيعي جدا جدا تشوف النهاردة السعوديين يقول لك طب ما مصر فيها الهشك بشك. أيوة بس مصر ما فيش فيها الحرم، ما فيش فيها مدينة. موسم الرياض عازمكم يوم الخميس القادم 23 نوفمبر إلى السبت الساعة 2 الفجر مع الشريك الاستراتيجي ماكدونالد. اطلب وجبة وتحصل على وجبة مجانا، عزيمة لكل أهل الرياض. لكن انتوا لسه حديث المدينة، لسه جداد في الهش بشك وفي الترفيه، وسبحان الله وتعالى في سنتين اتنين سبقتوا الكرة الأرضية وجبتوا مغنية تقول أين أنت يا الله مش عارف انزل ليا وريني أنبيائك والكلام، مش عايز أقول الكلمات بتاعتها لأن كلماتها كلها والعياذ بالله، لكن بس بوريك دولة السعودية أو السعوديين لما نشأوا إزاي، وده طبيعتهم. ولتركي آل الشيخ وابن سلمان قسما بالله هيجي يوم عليكم هتقولوا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، بس وقتها هيكون فات الأوان. هذا اليوم سيكون في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. سلام عليكم.